طريقة مشروب الخروب أكثر من رائع. الطريقة الغزوية، هذا الخروب موجود عند العطارين، في منه القرون وفي منه المفرم. لو ما لقيته المفرم ممكن بالإيدم أو القرون بمقص، قطعوه بالمقص يعني. في إيدم أو بمقص مثل هيك. سهل يعني، ما في مشكلة. هذا نص كيلو خروب صح؟ نص كيلو خروب. نص نوضع 2 كوب سكر، 2 كوب سكر، وبعدين 2 لتر مية، ولنص كيلو خروب. انا لقيت الخروب المقطع بالسوق، جبته بنديره على المية والسكر والسكر 2 لتر مية صح، واثنين اتنين كوب لتر ماء 2 كوب سكر واتنين كوب سكر واتنين لتر ماء ونص كيلو ونص خروب كيلو خروب. بنحركهم وبنغطيهم لتاني يوم. نقع لتاني يوم، يعني بنقعهم يوم كامل. وهذا اللي مش موجود عندهم الخروب في أوروبا، في أمريكا أنا حفرجيكم الوصفة كتير بسيطة وسهلة، في دبس الخروب اسمه، هلقيت هذا تاني يوم. هذا تاني يوم بنجيبه، بنشغل الغاز، بنحطه ربع ساعة على الغاز من مدة الغليان. لما يبدأ يغلي تحسبوا له ربع ساعة، وبعدين بتطفوا عليه حتى يبرد تماما. هيك بدأ يغلي يعني، حسبنا له ربع ساعة، خلاص بنطفيها لقيت وبنخليه خليه يبرد يبرد تماما. تماما بالضبط، براحته يبرد يعني. وهذا دبس الخروب اللي مش موجود عنده خروب، هلقيت حفرجيكم ايش البديل، سهل جدا موجود بالارفف في المحلات التركية في اوروبا في امريكا، في المحلات التركية هذا تركي موجود، بس ما بدي افرجيكم الماركة تبعته لانه ما بدنا نعمل دعاية، دعاية. فقط بنحط في الكوب وبنوضع ما حسب انتو كيف بتحبوه مركز. مظبوط هيك، وبطلع طعمه كتير كتير، ما في اختلاف كتير يعني، كتير كتير طبيعي طعمه ومحلى مميز. وكل شيء. نيجي بنجيب الخروب بعد ما برد تماما، بنصفي. ممكن اذا عندكم صفاية زي هيك بتصفوا، ما عندكم صفاية ممكن بشاش ابيض. أي مصفاية يكون الثقب تبعها صغير. يعني الموضوع سهل جدا، والطريقة سهلة كتير كمان يعني. بعد ما نصفي بنديره بإزازة بتمنى أن الناس تقرأ الفوائد تبعت الخروب، كتير له فوائد بالأخص للصائم. تمام. مظبوط. وبعدين هيك بكون جاهز. طريقة التقديم بنقدمه مع تلج حتى يكون متلج. في عندي أكثر من 600 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. جاهز. مرحلة التذوق. شكرا. التذوق. للأمانة أكثر من روعة، طعم كتير 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 مرتب والله.